قربنا للنهاية. عشان نكمل أعمار الرصف النهائي راح نقوم بتنفيذ تحويلات رئيسية على شارع الفاتح عند تقاطعه مع شارعي أوال وبني عتبة ولمدة 32 ساعة. بنقوم فيها بإقلاق مسارات الانعطاف يمينا للقادمين من ميناء سلمان إلى شارع أوال وشارع بني عتبة. يتم قلق مسار الدوران العكسي أعلى نفق الفاتح للعودة جنوبا باتجاه ميناء سلمان. فإذا كنت جاي من تقاطع ميناء سلمان ومتجه للجفير، عليك المرور من خلال النفق ومن ثم الانعطاف يمينا إلى شارع الأمير سعود الفيصل باتجاه ضاحية الجفير. ثم إذا كنت متجه للعدلية، عليك التوجه شمالا باتجاه المنامة، أخذ جسر الدوران العكسي والعودة إلى شارع بني عتبة في منطقة العدلية. ونوصيكم بأهمية الالتزام بإرشادات الطريق والعلامات المرورية. ودمتم سالمين.